برشلونه طبعا بعد البطوله دي للسعوديه النادي الاهلي وشهداء مصر اللي دي اقل هديه او اقل حاجه نقدر نقدمها لهم. البطوله كانت صعبه جدا، كانت محتاجه مننا تركيز عالي، وكان في صعوبات كتير قابلتنا في اول مباراه. اصابات حصلت كثيره لمحمد عبد الوارث ومحمود فايز نعيم، وده غير الاصابات اللي هي يعتبر خفيفه يعني متوسطه يعني، غير الوقف اللي حصل على بعض اللعيبه في الماتش الترجي. انا واحد منهم محمد ابراهيم وعمرو الايوبي، ورغم كده اللعيبه نزلت بروح عاليه جدا، روح النادي الاهلي فعلا، وقدروا ان هم يكسبوا الترجي. وفرقه الترجي فرقه يعني اصعب فرقه كانت في البطوله فعلا، ورغم الصعوبات دي كلها قدروا يتغلبوا عليهم، قدروا يتغلبوا على نادي الزمالك، والبطوله الحمد لله خلاص بقت في النادي الاهلي، وان شاء الله هتستمر في النادي الاهلي. كاس العالم، بالنسبه لكاس العالم ده حلم عمرنا طبعا. دي اول خطوه لينا لبطوله افريقيا ان احنا نوصل لكاس العالم. طبعا في ماتش السوبر مع النجم الساحلي، الماتش ده اللي وصلنا للبطوله، وده حلم عمرنا ان احنا نوصل لكاس العالم زي ما الزمالك كان بيعمل طبعا. البطوله دي يعني البطوله الافريقيه دي اغلى بطوله طبعا لينا واهم بطوله، ودي اول خطوه اللي هتوصلنا لنهائي بطوله العالم، وربنا يوفقنا ان شاء الله نتاهل ليها.